الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع انتهاء أبواب الأصول، ونحن اليوم على موعد مع الكلام على العام وأقسام العام وتخصيص العام. سبق وبينا أن العام ضد الخاص، وهو الشامل لغة واصطلاحا، هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له للوضع دفعة واحدة من غير حصر. فقلنا أن حكم العام يجب العمل بالعام قبل البحث عن المخصص. من صيغ العموم، قلنا من صيغ العموم اسم الجنس المعرف بالألف واللام، والجمع المعرف بالألف واللام، وأيضا المفرد، كل ذلك يدل على العموم. وأيضا المفرد المضاف، يعني المعرف بإيش؟ بالإضافة. ونفس الأمر الجمع واسم الجنس. أحد يعطينا مثال على ذلك؟ الماء طهور لا ينجس شيء. مثل ثاني، اسم الجمع، نعم صح، أو الرجال قوامون على النساء، مفهوم؟ طيب. وأيضا قلنا بأن هناك نص قاطع في العموم، الألفاظ اللي هي نص في العموم ما هي؟ كل وجميع، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فهذه دلالة على إيه؟ على أن دي نص في العموم، أن كل الملائكة سجد، فسجد الملائكة كلهم نص في العموم. ثم تأكيد أجمعون، وأيضا قاطبة وعامة تدل على نص. أيضا من النص القاطع في العموم، وكافة إنا أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا، وأيضا نص في العموم، نكرة في سياق النفي أو النهي تفيد العموم، مثل ما جعل الله عليكم في الدين من حرج وما من إله إلا الله، نعم في سياق النهي، ولا تضع منهم آثما أو ها، ده صحيح ولا لا؟ صحيح. وين طيب النكرة هنا؟ صح، الآثم هي النكرة في سياق نهي تفيد العموم. أحسنتم، دي من ألفاظ العموم. اليوم إن شاء الله نتكلم على أقسام العموم. العموم ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول عام يبقى على عمومه، يعني لم يدخله التخصيص، وسنعرف الفائدة، مثل قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. أين لفظ العام؟ وكيف نقول أنه لم يدخل الخصوص؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، وين لفظ العموم هنا؟ حرمت، هذا فعل لفظ العموم اللي احنا أخذنا صيغ العموم أمهاتكم. طب كيف يكون ده لفظ عموم؟ صح، جمع معرف بالإضافة، أمهاتكم مضاف لإيه؟ صح، ممتاز، هذا هو يدل على العموم، أمهاتكم، واعطف بناتكم أخواتكم، هذا جمع معرف بالإضافة فيفيد العموم. هنا حرمت عليكم أمهاتكم، أين التخصيص؟ هل خصص منه أي أم من الأمهات؟ الجدة الثالثة لا تحرم، لا تحرم على الرجل أن ينكح الجدة الثالثة له، تحرم. إذن هو على إيش؟ على العموم، لم يخصص. أيضا قول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وعلى المستقرة ومستودعها.
أين العموم؟ هذا أيضا عام لم يدخل التخصيص، عام باق على عمومه. وين لفظ العام هنا؟ دابة؟ كيف يعني؟ طيب كيف عرفت أنه العموم؟ كيف عرفت أنه أي دابة؟ لا، قلنا صيغة من صيغ العموم تثبتها. نعم صح، دابة نكرة، فنكرة في سياق النفي ولا النهي؟ اصبر يا شيخ عشان ما تخطئ وتخطئ الرجل. نفي ولا نهي؟ نفي. أحسن، هي ما من دابة، نفي، ما من دابة إلا على الله رزقها، نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، يعني أي دابة تدب على الأرض فإن الله يرزقها. هذا عام باق على عمومه. لا لا لا، يبقى النمل، النمل لم يرزق، ليس على الله رزق النمل، لا تخصيص من النمل. صح؟ خطأ. ما من شيء، نملة ولا دود الأرض أو في البحر أو في السماء أو طير في السماء، كل هؤلاء رزقهم على من؟ على الله جل وعلا. فهذا عام لم يدخله العموم، مفهوم؟ أيضا قول الله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. يعني كل عمل صالح لنفس الإنسان. وين لفظ العموم؟ عمله، عمله فعل. أحسنت، من اسم وصول للعاقل، يعني أي حد الذي يعمل عملا صالحا فإنه يكون ذلك لنفسه وثوابه عليه، وده أيضا يدل على العموم. هل دخل تخصيص؟ هل من عمل صالحا جاء عليه وليس لنفسه؟ هذا باق على عموم، هذا عام باق على عمومه ولم يخصص. القسم الثاني من أقسام العموم: عام خصص دخله التخصيص، العام الذي دخله التخصيص. أيوة نعم، يعني عام جاء فيه التخصيص خصص، كقول الله تعالى مثلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت، هذا لفظ عام، أين العموم؟ كيف عرفنا أن هذا لفظ عام؟ ناس، سنت، الناس، على الناس، فهم؟ ما عرف ألف لام، ألف لام الاستغراق، هذه كل الناس عليهم الحج. هل باق على عموم أم خصص؟ في السياق نفسه خص. قال: من استطاع، في حدنا في النحو جاي ما أحد يعرف ما لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إعراب من استطاع إليه سبيلا، من إعرابها إيه؟ حرف جر واستطاع وشبه الجملة في محل اسم موصول معنى الذي، يعني مش حرف جر زي ما بيقول. طب وفين إعرابه؟ طيب ما هو مبني صح، لكن موقعه من الإعراب. طيب موقعه حرف جر وهو اسم موصول، تناقض. موقعه من الإعراب إيه؟ لا، بدل، ده الصحيح، لكن البدل ده من أي الأقسام؟ بعض من كل، ده الصحيح، بدل من بعض من كل. يعني لله على الناس حج البيت كل الناس، ثم خصص وقال من، من، فهنا بدل جزء من كل أو بعض من كل، يعني ليس كل الناس عليهم الحج، وإلا كل الناس سيأثمون. صح ولا لا؟ كل رجل معاه استطاعة أو معهوش استطاعة فهو آثم إن لم يحج إلى بيت الله الحرام. لكن الله جل وعلا خصصها بنفس السياق، قال: من استطاع من ليس به. وأيضا ممكن تخصص بالحالة، ودي كما سنبين في التخصيصات، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل مريض أو رجل يظلم كما في الصحيحين، فقال: من هذا؟ قالوا: صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، الصيام في السفر ليس من البر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على حالة هذا الرجل، فنقول هذا تخصيص بإيش؟ بحالته. يعني كل رجل لا يستطيع الصوم في السفر أو سيهلك إذا صام في السفر فلا يجب عليه صوم، بل ليس من البر أن يصوم، لا يجوز له أن يصوم، يأثم إن صام. وطبعا على الخلاف الفقهي اللي بيناه، هل هذا الصيام يعني يكون مقبولا أم عليه القضاء، سبق وشرحنا ذلك. المهم الغرض المقصود أن العام يخصص، كما قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. كل من يقتل ويزني ويدعو الله إيش يحدث له؟ يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه. ثم خصص: إلا من تاب. فهذا تخصيص، يبقى ليس على كل عاصي ولا كل مشرك إن هو سيضاعف له العذاب، من تاب تاب الله عليه. فهذا أيضا من أنواع التخصيص. طب ما الفائدة أن نقول أن هناك عام باقي على عمومه
وعام مخصص. أقول الفائدة في ذلك تهم أهل الفقه، إذ أن العام الذي يبقى على عمومه أقوى في الدلالة من العام الذي خصص، فإذا تعارض أو كان ظاهرهما حتى يكون اللفظ صحيح، إذ لا تعارض بين الأدلة كلها من مشكات واحدة، لو كان الظاهر في نظر المجتهد التعارض بين العام الذي بقي على عمومه وبين العام الذي خصص، إذا تعارض فإن العام الذي بقي على عمومه يتقدم على العام الذي خصص ودخله التخصيص، لأنه أقوى في الدلالة. مفهوم؟ مثال ذلك بالمثال يتضح المقال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث صحيح عن ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر بن الخطاب. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر، ونهى عن الصلاة حتى تغرب الشمس، ونهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فهذا عام. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين أو حتى يصلي، فهذا أيضا عام في كل الدخول. بعض العلماء طبعا بيضربوا المثل هذا بأن هو يكون عام من وجه وخاص من وجه، والآخر عام من وجه خاص من وجه، فيخصصوه بالوجه الثاني، لكن هذا المثل أيضا يضرب في أمر العموم الذي دخله التخصيص. ولذلك الشيخ الإسلام تيمية يقول إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، هذا عام غير إيش؟ غير مخصوص، ما فيش خصوص دخله. أما حديث ابن عباس دخله الخصوص. كيف دخله الخصوص؟ نهى عن الصلاة بعد العصر، دخلوا الخصوص، ده عموم في كل صلاة صح ولا لا؟ لكن خصص بإيش؟ بقضاء الفائتة من السنن الرواتب. أما قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر. وأيضا في الحديث المختلف في صحته، وبعض العلماء صحح الإسناد، وإن كان يعني إن كان ضعيفا نستأنس به، والصحيح أنه صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يصلي بعدما صلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الفجر مرتين. فماذا قال الرجل؟ حديث كعب، أنا ما أستحضر الاسم الآن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بين له أن هذه هي سنة الفجر أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليه، فهذه فيها دلالة أيضا على أن النهي عن الصلاة بعد الفجر مخصوص وليس عام. فإذا دخل العام دخل عليه الخصوص أضعف دلالته، أما العام الباقي على عمومه تقوى دلالته. فنقدم العام الذي بقي على عمومه، وهو إيش العام اللي ما دخلوش الخصوص؟ قلت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى ركع ركعتين، هذا عام. صيغة العموم نكرة في سياق، فين النهي؟ فلا يجلس حتى يركع ركعتين. نعم، يا نكرة في سياق الشرط، وده الصحيح. إذا شرطين، فلا يجلس يعني الجلوس، معناها الجلوس حتى يصلي، نعم للغاية، والغاية نفسها لا، مش الغاية يا النكر، ده الغاية أصلا تبين الخصوص، وإنك إن ما قبلها كان عاما. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي، إذا قلت يجلس من الجلوس إنه ممكن يكون أصلا المصدر، فنقول نكر. زي كده قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أن يشرك به ده مصدر مؤول معناه الإشراك، وإشراك ده نكرة. أما فلا، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أحدكم جمع ولا مفرد؟ مفرد. مفرد ولا جمع؟ مفرد. مفرد مضاف فيعم كل داخل. وأيضا في الوقت: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي، ما نقول نكر في سياق الشرط، لكن نقول الشرط يفيد العموم. صحيح نقول الشرط هو اللي يفيد العموم، يعني أعطي زيدا كما قلت أحدكم، أعطي زيدا إذا جاءت درهما، هذه شرطية، جملة شرطية، إن جاءك زيد فأعطيه درهما، معناه إن كلما جاءك زيد فأعطيه الدرهم. طب إن لم يأتي؟ فالعموم هنا مرتبط بإيش؟ الشرط بالمجيء، لمجيء زيد. فنفس الأمر، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أين التخصيص هنا في هذا العموم؟ ها، فين المخصص له؟ ما في تخصيص. ماشي ركعتين، نعم أحسنت، لكن هو مش تخصيص، ما في تخصيص دخله صح، فيبقى على عمومه. تعال إلى العموم الثاني، نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يصلي المرء
عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. ده عموم، فين اللفظ؟ أين صيغ العموم؟ فين النكرة؟ أحسنت، صلاة نكرة في سياق النهي فتفيد العموم. طب هذا العموم دخلوا التخصيص ولا ما دخلوا التخصيص؟ وين؟ حديث الأول أن سلم صلى بعد العصر صلاة السنة الظهر التي شغله عنها تفريق المال، وبعد الفجر الذي ذكرناه. فهذا العام الذي دخلوا المخصص أضعف دلالته، وأما الآخر اللي هو باقي على عمومه لم يضع تضعف دلالته فيقدم عليه. إذن نقول يعني إيش يقدم؟ ما الحكم الآن؟ ها هذا العام يقدم على هذا العام، لأن هذا العام دخلوا التخصيص اللي هو النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، والعام في دخول المسجد لم يدخلوا التخصيص فيقدم عليه. يعني إيش يقدم عليه؟ هذه ثمرة الخلاف. وين التعارض؟ متى يكون تعارض؟ لا، وين التعارض؟ متى يكون تعارض بين العمومين دول؟ نعم، أيوة نعم، إذا دخل المسجد بعد العصر هنا يتعارض العام الأول مع العام الثاني، العمومان هنا يتعارضان. العموم الأول نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، والعموم الثاني أنه إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي. ماذا يفعل؟ أيعمل بالعموم الأول أم يعمل بالعموم الثاني؟ يصلي، يعني يعمل بالعموم الثاني. لما؟ لأن ده لم يدخله التخصيص فلم يضعف دلالته، لكن الأول لما دخله التخصيص أضعف دلالته. وبعض العلماء أيضا مثل له مثال آخر، وهو مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. هذا عموم، وين صيغة العموم؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ها نكرة، صلاة نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. وأيضا قول الله تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا عموم. الذين يقولون بأن في صلاة الجهرية لا يقرأ الفاتحة، قالوا قراءة الفاتحة عامة دخلها الخصوص. فين الخصوص اللي دخل فيها؟ ما فيش تخصيص؟ فيه تخصيص، باتفاق الفقهاء أن الإمام إذا دخل المأموم والإمام راكعا يركع ما هو تحسب ركعة، على الحديث المختلف في صحته وضعفه البخاري وغيره وصححه كثير من أهل العلم، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. ويستدلون أيضا بحديث الصحيح حديث أبي بكر أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا دعوة، فقالوا هذه من باتفاق الفقهاء من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. فهذا مخصص لإيش؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم، لأنه لم يقرأ بأم الكتاب، فهذا تخصيص له. طيب فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هل له مخصص؟ قالوا ليس له مخصص. الآن من يقدم؟ أي عموم؟ ما الذي يقدم على الآخر؟ الآية تقدم على الحديث هنا لأنها عامة ولم يدخلها التخصيص، وهذا قوي جدا من وجهة النظر، لكن عند التأمل تقول لا، لا قوة لكم في ذلك. لما؟ قلنا لأن هذه الآية دخلها التخصيص. وين التخصيص؟ أما من فارس لأهل الأصول؟ هو نعم صح أنا مخصصه بها، لكن في تخصيص نثبته. أحسنت، هذا هو، لا مخصص. نقول هذه الآية دخلها التخصيص لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنة صلى الفجر فقام رجل فقرأ مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من ينازعنيها؟ من يخالجنيها؟ يعني مين اللي بيقرأ وأنا بقرأ؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله قرأت بسبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل. لما لا تفعل؟ لأن الله قال فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال لا تفعل، ثم خصص وقال إلا بأم الكتاب. إذن هذه الآية دخلها أيضا التخصيص، فلا فضل عموم هنا ولا فضل عموم هنا. يبقى ننظر أيهما أقوى يفصل في النزاع. فجاءنا صلاة الفجر هذه قال إلا بأم الكتاب، فأصل لنا في النزاع أنه لا بد وجوبا أن تقرأ الفاتحة حتى ولو كان الإمام يقرأ الفاتحة. مفهوم؟ هذه أيضا من باب إن إذا تعارض العام مع العام ننظر أيهما دخله التخصيص فتضعف دلالته، والذي لم يدخل له التخصيص لم تضعف دلالته. القسم الثالث من أقسام العموم العام الذي أريد به الخاص، يعني عام الله جل وعلا ذكره بلفظ العموم لكنه ما أريد به العام، أريد به الخصوص. مثال ذلك قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس، مين الناس اللي قالوا؟ شخص واحد، نعيم فقط، نعيم هو الذي قال لهم. الذين قال لهم الناس إن الناس
قد جمعوا لكم. مين اللي جمع لهم الناس؟ أبو سفيان فقط. أبو سفيان هو الذي جمع الجموع ليقاتل من؟ ليقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قال لهم الناس إن الناس، يعني أبو سفيان. وهنا يبقى اللفظ وضع مع أنه بلفظ العموم وضع يراد به الخصوص، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أيضا قول الله تعالى عن حال زكريا، قال الله تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته، انظروا لمحل الشاهد، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى إلى آخر. من هؤلاء؟ من الملائكة؟ بأي دليل؟ ائتني القرينة. فنادته الملائكة، كان الملائكة هنا عموم ولا خصوص الملائكة؟ عموم. من أي أنواع السياق العموم؟ ألف لام مالها؟ جمع. هاي معرف الألف لام الاستغراقية، يبقى كل الملائكة، يبقى كل الملائكة نزلوا من السماء ونادوا زكريا، صح؟ خطأ، لا، هذا العام مراد به خصوص، يعني مراد به جبريل فقط. إيش الدليل؟ صحيح كده؟ بس طبعا صحيح الوحي موكل به جبريل عليه السلام. عمداً الأقوال كلها صحيحة، يعني هو الإجماع هو الذي يبين أن جبريل عليه السلام هو الذي قال له ذلك، وطبعا بقرينة مريم عليه السلام. طيب في مثل آخر هنا أيضا جيد، قول الله تعالى عن النار، قال يا الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذا لفظ عام يراد به الخصوص أيضا، وقودها الناس، هذا لفظ عام فين صيغة الناس استغرقية، نعم، يبقى وقودها الناس والحجارة، كل الحجارة هتكون وقود، وكل الناس يكونون وقودا للنار، كل الناس يكونوا أو كل الناس ينزلون تحت قول الله تعالى وقودها الناس والحجارة، صح؟ لا، هذا عام يراد به خصوص. مين الخصوص؟ من الخاص؟ مين اللي هيكون وقود للنار؟ عام لا يراد به خصوص، يعني معنى كده أن كل الناس، أنا وأنت وغير الناس، يكونوا وقودا للنار، أعوذ بالله. الكفار فقط. طب ما الدليل؟ وعدة الكافرين. أيضا قول الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، يبقى ليسوا بإيه؟ بوقود لها. فده أيضا عام يراد به خاص. لا، ما يراد به، تقول هذا عام لا يراد به خصوص، عام يراد به مخصوص، لأن الله جل وعلا مسح على ظهر آدم وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار لا أبالي. فده لفظ عام لكن أريد به الخصوص. القسم الرابع العام الذي جاء لسبب، يعني بسبب، يعني اللفظ العموم كان بسبب، من أجل سبب. والمسألة دي مهمة جدا، يعني مسألة العام الذي جاء لسبب مسألة مهمة جدا، ولذلك العلماء قعدوا قاعدة مهمة جدا، ألا وهي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. معنى أنه جاء بسبب، يعني يأتينا لفظ عام لكن كان سببه شخص ذهب سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال فأجابه بالعموم. مثل ذلك مثلا حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن نركب البحر، ومعنى الماء، فإذا عطشنا احتجنا الماء، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتاته. عمم، هل بقى التعميم ده للرجل ولا للكل؟ كما جاء أيضا كما في السنة أن في رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قبلت امرأة لا تحل لي، امرأة أجنبية، أو قال فعلت معها ما يفعل زوجي مع زوجه إلا أني لم أجامع. فنسلم سكت، فلما صلى فقال أين السائل؟ فقال نعم أنا يا رسول الله. فقال صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب. ثم تلا عليه قول الله تعالى وحي نزل عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ده إجابة على أن كل السيئات هذه تغفر بالصلاة. فهل ده يكون عن خصوص أم العموم؟ لأن الوحي اللي نزل ده لفظ عام ولا لفظ خاص؟ عام، صح؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، فده لفظ عام، كل الحسنات تذهب كل السيئات. فنقول هل هذا خاص بهذا الرجل أم هو على العموم؟ ماشي؟ ده معنى هل إذا العام جاء لسبب يكون العبرة فيه بخصوص السبب أم العبرة فيه بعموم اللفظ؟ الصحيح أن العبرة فيه ب
بعموم اللفظ، يعني الحجة في عموم اللفظ، لأن الله جل وعلا لما شرع الشرائع ما شرع على الأشخاص، لا ترتبط بالأشخاص، تشريع ينزل عام. ولذلك حتى نحن قلنا أي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو لأمته، وإن كان الخطاب للأمة فالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل أيضا في خطاب الأمة. الله جل وعلا يقول يا أيها النبي، ثم جمع قال إذا طلقتم النساء. فالأصل أن الخطاب ينزل إيه؟ للعموم، لأن الأحكام لا ترد على الأشخاص بحال من الأحوال، مفهوم؟ مثال ذلك هلال بن أمية جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يعرض بزوجته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهره، يعني هو الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يعرض على زوجته أن هي تفعل الفاحشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك. فالرجل يعني يعلم أنه صادق، ولما صدق الله صدق الله وأنزل المخرج له، اتق الله فالله جعل له المخرج. ما هو المخرج؟ آية اللعان، الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. نزلت الآية آية اللعان تخرج لنا هلال أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعال، وأتى بزوجته فقال تقسم بالله أنها فعلت فحشة. كم مرة؟ ها؟ أربع مرات، فأقسم أربع مرات، وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وأتى بها ثم بيّن لها غلظ اليمين، ثم أقسمت أربع مرات فأستوقفها وبيّن لها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت لا أفضح قومي سائر اليوم، فأقسمت القسم الخامس وكانت كاذبة. يعني الغرض المقصود أن هذا اللعان جاء بسبب من؟ هلال ابن أمية. فهنا العبرة بخصوص السبب، فده خاص بهلال ابن أمية. ها أخطأت أنا، الصحيح أن هذا عام لكل الناس، أي رجل رأى رجلا أو علم من امرأة أنها تفعل الفاحشة فله أن يلاعن ويقسم بالله أربع مرات أنها تفعل الفاحشة، ويقسم أيضا ينفي الولد اللي في بطنها أن يكون منه. فهنا العبرة تكون بإيش؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مثال ثاني، خولة لما ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الظهار، قالت إن زوجي كذا وكذا، فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ثم قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا لآخر الآيات، فتحوا الرقبة إلى آخر هذه الآيات. هل هي خاصة بسلمة بن صخر زوج خولة؟ ها؟ هل هي خاصة به أم عامة؟ نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، مفهوم ولا لا؟ أيضا في حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال بئر بضاعة يلقى فيه النتن والكلاب وغير ذلك، أنا توضأ منه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء هذا إيه؟ عام، الماء طهور لا ينجسه شيء، خلاص؟ فده عام لكن جاء بسبب، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يبقى هل نقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء في بئر بضاعة فقط؟ لأن السؤال كله عن بئر بضاعة، صح؟ ليش؟ ليش؟ هو قال له بئر بضاعة، قال له بئر بضاعة، فيكون الحكم خاص ببئر بضاعة. ليه لا؟ الله أكبر، والله ما أردت منك إلا هذا، أكمل. اللفظ لا بخصوص السبب، يبقى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تبقى مسألة تتعلق بها مهمة جدا، أن السبب سببان، نقول سبب يعني جاء بسبب شخص أو سؤال شخص، والثاني بحالة يعني بوصف. فما كان بسبب سؤال أو بسبب شخص فالشريعة لا تتعلق بأشخاص، يكون دائما العبرة بعموم اللفظ. أما إن كان اللفظ العام هذا جاء بسبب حالة أو بسبب وصف معين فإنها لا تعمم، تبقى على هذه الحالة فقط. إن جاء اللفظ العام بسبب وصف أو حالة فإن هذا اللفظ العام لا يعمم، لا يؤخذ بعمومه، لكنه يكون مخصوص بهذه الحالة ويقاس عليها مثل هذه الحالة. مثل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يظلل عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما له ما به؟ قالوا صائم. هنا الحالة إيش؟ صيام في السفر وإيه؟ وصف، الوصف هنا سيهل،
يظللون عليه مشقة شديدة عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. وين هنا العموم؟ ايش الدلالة؟ فين الصيغة؟ صح؟ اي صيام في السفر لا يكون من بر، لان ايه؟ الصيام اسم جنس معرف بالالف واللام. يبقى كل صيام سواء كان نفل او فرض، صح ولا لا؟ طالما في السفر فهو ليس من البر، سواء مستطيع او غير مستطيع ايضا ليس من البر. هذا العموم. فنحن نقول لا، النبي وسلم قال هذا اللفظ العام بسبب وصف حالة، هذه الحالة أن رجل ظلل عليه وكاد يموت، فقال النبي وسلم ليس من البر الصيام في السفر. فهنا لا أقول العبرة بعموم اللفظ، أقول هنا قرينة تثبت أنه مخصص بهذه الحالة. يعني كأني أقول التقدير ليس من البر أن يصوم الرجل الذي يشق عليه الصيام في السفر. طب ما الدليل الذي جعلني أقدر مع أن الأصل عدم التقدير؟ القرائن كثيرة، منها أن النبي وسلم صام السفر كما في حديث أبي موسى وغيره، يعني اشتد الحر عليهم فقال وما منا من صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة. فدي دلالة أن السلام صام في السفر، ورجل الذي جاء من السلام يصف له أنه له القدرة على الصيام وهو يسافر، فقال له السلام إن شئت فصم وإن شئت. طب ما الدليل؟ إيش وجه الدلالة هنا؟ إن شئت فصم، هو قال له إذا شئت فصم، فدي دلالة أنه من البر أن يصوم. طيب متى يكون هذا الصيام، متى يكون هذا الصيام ليس من البر في السفر؟ في هذه الحالة عندما يشق على الرجل أو يظلل عليه أو كاد يموت من هذا الصيام. مفهوم؟ ده السبب الثاني، ده القسم الأخير من أقسام العام اللي هو العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن بينا أن السبب سببان، سبب جاء على شخص أو مسأل شخص، وسبب جاء بوصف حالة. فالتلتمائة مثال اللي فاتوا، هؤلاء الذي قبل المرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقم علي الحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحسنات يذهبن السيئات. الدليل في آخر الحديث أنه قال ألي خاصة يا رسول الله؟ قال بل لأمتي عامة. فده تأكيد على أنها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن إذا كان القول بالنسبة لوصف حالة فإنها تقف عند هذه الحالة. مثال ثاني على ذلك، سالم مولى حذيفة كان كبير السن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا رضاعة إلا المجاعة، وقال لا رضاعة إلا في الحولين، حولين سنتين، يعني الرضاعة المحرم هو عند الصغر فقط. وجاء سالم مولى حذيفة كان إيه؟ كان كبير، والمرأة جاءت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل عليها، فقال أرضعيه تحرمي عليه. خلاص. فنحن نقول كما قال الشيخ الإسلام تيمية أن هذه وقعة حال لا تعمم، مش كل كبير يأتي ترضع المرأة ويحرم عليها، لا، هذه واقعة حال، يعني لا يمكن أن تعمم بحال من الأحوال، لكن يقاس عليها مثلها. رجل يتيم كبير، يتيم قارب أو ناهز الاحتلام مثلا، وأراد أحد أنه يدخله على أهل بيته، نقول إن لم يكن له مأوى إلا هذا البيت وتريد هذه كفالته حتى يبلغ سن الرشد، فلك أن تجعل امرأتك تعصر له اللبن مثلا في زجاجة فيرضع 5 رضعات حتى يحرم، فتكون واقعة حال لا تعمم. ندخل إن شاء الله على التخصيص. طيب التخصيص الذي يدخل العام تخصيص متصل وتخصيص منفصل. والتخصيص معناه إخراج جزء في الحكم يخالف حكم الكل. أقول مثلا أكرم الطلبة إلا زيدا، ده تخصيص. أكرم الطلبة هذا عام ولا مش عام؟ ها؟ طب كيف؟ وين لفظ الأمر؟ ده عام في الإكرام، صح؟ طلبة جمع معرب بالألف لام الاستغراقية، صح كده. أكرم الطلبة عام، أقول إلا زيدا، خصصت زيد بعدم الإكرام، فهنا زيد يخرج جزء، يخرج من إيه؟ بحكم مخالف لحكم الكل. حكم الكل إيش؟ الإكرام. زيد لا يكرم، أخرجناه. مفهوم؟ ده معنى التخصيص، إنك تجعل جزء من الكل حكمه يخالف حكم الكل. التخصيص تخصيصان، تخصيص بمتصل وتخصيص بمنفصل. أما التخصيص بالمتصل هو ما يكون في نفس السياق، نفس الجملة، يرتبط بنفس الجملة، ده تخصيص بالمتصل، يعني لا يفصل عن سياق العبارة شيء، لا يفصل عنها شيء. وهو أنواع، الأول التخصيص بالاستثناء
كما قلت أنا أكرم الطلبة إلا زيد، أو تقول مثلا خذ عشرة إلا ثلاثة. فين التخصيص هنا؟ قل تخصيص بالمتصل بالاستثناء. طبعا أدوات الاستثناء معروفة، إلا وسوى وغير وعدا وما عدا وخلا وما خلا، يعني إلا وأخواته. أين التخصيص هنا؟ نقول خذ عشرة إلا ثلاثة، يبقى الثلاثة مخصوصة من العشرة بإيش؟ حكمها أنك تأخذها، صح؟ خذ معايا عشرة جنيهات، خذ عشرة إلا ثلاثة، يعني خذ السبعة جنيهات وأترك، يبقى الثلاثة إيش؟ خلفت الحكم، خذ العشرة إلا ثلاثة. ده دليل أيضا مثل من أمثلة التخصيص بالمنفصل. قول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، أكمله إلا إذن كل الناس في خسر، لفظ عموم صح؟ الإنسان اسم جنس معرف لا فلان يفيد إيه؟ وكل إنسان في خسر. ثم خصص الله قال إلا، يبقى الذين آمنوا في خسر. أخطأت استغفر الله، ده خطأ فاحش مبين. أقول لا، كل مؤمن ليس في خسر، لأن ده استثناء من حكم عام، كل الناس في خسران مبين. ثم أخصص أقول الذين آمنوا ليسوا في خسران مبين، ده اسم التخصيص بالمتصل. أيضا قول الله تعالى وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. أين التخصيص؟ فين المستثنى منه والمستثنى؟ خطأ مستثنى، ومستثنى منه إيه؟ المؤمن. وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يبقى المؤمن هيقتل مؤمن إيه؟ خطأ، قتل خطأ، مستثنى منه القتل، قتل المؤمن مستثنى منه، والخطأ ده مستثنى، مفهوم؟ كما أقول خذ عشرة إلا ثلاثة، فين المستثنى منه؟ عشرة، والمستثنى ثلاثة، مفهوم؟ نفس الأمر، وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يبقى القتل قتل المؤمن ده مستثنى منه، وخطأ ده مستثنى. طيب ممكن هل نقول التخصيص في الاستثناء المنقطع أم لا؟ نقول نعم فيه تخصيص. قال الله تعالى فسجدوا، من اللي سجد؟ فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. إبليس هنا من الملائكة صح؟ لا، إبليس من الجن ليس من الملائكة. يبقى ده اسمه استثناء منقطع. يعني استثناء منقطع؟ يعني إلا هذه معناها لكن، فسجدوا لكن إبليس لم يسجد، هذا أيضا تخصيص. يبقى الاستثناء المنقطع أيضا يعتبر تخصيص. يبقى كل الموجودين المأمورين بالتكليف، إيه وجه اشتراك إبليس مع الملائكة؟ إنه مأمور مكلف، والملائكة أمروا وكلفوا بالسجود لآدم وهو مأمور مكلف، فقال فسجدوا إلا إبليس، فده أيضا مخصص. قال الله تعالى يا الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. يبقى نقول إن هذه أيضا من التخصيص. يبقى كل أموال الناس لا يجوز لك أنك تأكلها إلا في حالة واحدة، تأكلها هنيئا مريئا بإيش؟ بالتجارة عن تراض. طيب نفس لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وطيب النفس يكون بالمبادلة المفاعلة بالبيوع. قول الله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، نفس الأمر. طيب في أحكام تتعلق بالتخصيص بالاستثناء، وهي الجمل المتعاطفة على بعض، ثم جاء في آخر الجمل المتعاطفة هذه الاستثناء، فهل يرجع الاستثناء على كل الجمل المتعاطفة أم هو على آخر الجملة؟ لا خلاف عريض بين العلماء، اختلف فيه على قولين. القول الأول قول الجمهور أنه يرجع على الجملة للجمل كلها المتعاطفة، والأحناف يرون أنه لا يرجع إلا على الجملة الأخيرة. مثال ذلك قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بشهداء فاجلدوهم 80 جلدة ثم قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ثم وأولئك هم الفاسقون. يبقى فيه أحكام ثلاثة، فاجلدوهم 8 جلدة ثم عطف عليها وأولئك هم ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث وأولئك هم الفاسقون، يبقى اتهامهم بالفسق معطوفة على عدم قبول الشهادة، معطوفة على الجلد 80 جلدة. طيب الثلاثة هؤلاء الآن قال إلا الذين تابوا، أكملوا الآية وأصلحوا،
طب الذين تابوا وأصلحوا، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هل ده بقى يرجع على الثلاثة؟ على قول الجمهور يرجع على الثلاثة، لكن هناك قرينة جاءت تبين أن التوبة لا تسقط. أحسنت، التوبة لا تسقط الحد. طب ما الدليل؟ يعني لو رجل زنى بامرأة ثم تاب توبة نصوح ورفع الأمر إلى ولي الأمر، هل يسقط عنه الحد أم لا؟ أحسنت، جزاك الله خيرا. جاءت تائبة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقام على حد. إيش ثاني بالتصريح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تركتموه تاب فتاب الله عليه، لأن ما كانش فيه بينة، كان تضرب بالشبهات. تصريح الصحيح البينة أو حد بظهر، هذا وجه الشاهد. إيش وجه الدلالة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له البينة أو حد في ظهر، فلو كانت التوبة تنفعه وتزيل عنه الحد لقال له البينة أو توبة أو حد في ظهر، فبين له إما البينة وإما الحد حتى ولو كنت تائبا. فدي دلالة على أن التوبة لا تسقط الحد، فدي القرينة عند الجمهور على أنها الاستثناء يرجع على الكل، يسقط الحد ويقبل الشهادة وما يكونش فاسق، لكن خرجنا سقوط الحد بهذه الأدلة الكثيرة. فيبقى لنا إلا الذين تابوا واصلحوا فإن الله غفور رحيم، يعني حيقبل. وإيش ثاني؟ ليسوا من الفاسقين أحسن، لكن احنا قالوا لا تقبل الشهادة، وفقط اللي يرفع عنهم الفسق فقط. ليه؟ لأن الاستثناء يرجع على آخر جملة. ونحن طبعا نقول أن قول الجمهور هو الراجع، ودليل ذلك أن أبا بكر بعدما قذف المغيرة جلده عمر، والجلد يسقط الحد، انتهى الموضوع. فقال له عمر بن الخطاب طب فأقبل شهادتك، وهل في أحد رمى أبا بكر بالفسق؟ حاشا لله، ليس بفسق، صحابي كريم مكرم. فقال له طب أقبل شهادتك. فدي دلالة على أنه لو تاب يرجع الاستثناء إلى إيه؟ إلى قبول الشهادة، وأيضا إلى عدم الفسق، التهمة بتاعت الفسق.